بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، أحد النباتات التي درستها في فصل الشتاء. طبعا هذه العينة قد تتحمل درجة ارتفاع انخفاض عفوا درجة الحرارة، ممكن يعني تتحمل درجات يعني حرارة بسيطة جدا كونها يعني تنمو في فصل الشتاء. طبعا هذا النوع من يعني النباتات متكيف على يعني مستوى برودة معينة، قد لا ينمو مع أي برودة أخرى أو درجة حرارة معينة أخرى. وأيضا درست هذا النبات من الناحية الميكروبية والبيولوجية، من الناحية التشريحية أيضا شرحت هذا النبات وشفت أنواع من الميكروبات والطفيليات التي تعيش داخل جسمه. أيضا مثل ما تلاحظون هنا يوجد صفار مع التهاب بسيط جدا في الطبقة هذه، ممكن يكون بسبب نوع من أنواع الفطريات. مثل ما تلاحظون اكتشفت فصائل من البكتيريا، واكتشفت أيضا فصائل من الفطريات تعيش على جسم هذا النوع من النباتات. طبعا منتشر هذا النباتات في المناطق الصحراوية في محافظة الأحساء، ويعني تكون يعني مشبع بالماء غالبا بسبب هطول الأمطار بنسب كبيرة جدا. وأنا أنصح الباحثين ودارسين علم النباتات بدراسة علم الأمراض المتواجد في هذا النباتات. مثل ما تلاحظون هذه الطبقات السوداء أيضا عبارة عن نوع من أنواع الفطريات التي تعيش فوق الأنسجة المتحللة، وهو بسبب التليف النسيجي للطبقات السطحية في الأوراق. وأنا أنصح يعني محبين دراسة علم الأمراض في دراسة الأحياء الدقيقة المتواجدة في النباتات. أيضا اكتشفت فصائل كثيرة جدا من الديدان المتواجدة في النباتات، ممكن تعيش في هذا النوع من النباتات. وأيضا هذا النوع يعني صحراوي مع يعني يوجد فيه قوة كبيرة جدا وتحمل في المناطق للظروف، يعني يتحمل الظروف الصعبة غالبا مثل الرياح، الأمطار القوية وغيرها من يعني الظروف الصعبة. وغالبا يتشرب الماء المتواجد بنسبة كبيرة جدا كونه يعني الأوراق المتواجدة حوله يعني غالبا تكون ممتصة بنسب كبيرة جدا للماء، كونه يعني كأنه متعطش للماء بنسبة كبيرة. وهذا طبعا مقاومة للموت، ممكن يعني يكون من النباتات المعمرة كونه يفعل هذا الشيء أو هذا السلوك. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.